مجرب. يبقى توماس اديسون ده هو تلميذ قدنا كده، كان ايه؟ كان تلميذا ذكيا. يعني ايه ذكيا؟ ذكيا يعني سريع الفهم، ذكيا يعني سريع الفهم، ذكيا يعني سريع الفهم. وعكسها غبيا، عكس ذكيا غبيا. كان تلميذا ذكيا يسأل ويبحث ويجرب. يعني ايه يبحث؟ يبحث يعني يفتش، يبحث يعني يفتش. طيب عكس يبحث ايه؟ يجد. لما ببحث عن شيء وبعد كده ايه؟ بجده. يبقى عكس يبحث يجد. مهارته، معنى مهارته براعته، معنى مهارته براعته. وجمع مهارة مهارات، جمع مهارة مهارات. كان تلميذا ذكيا يسأل ويبحث ويجرب، عكس يسأل يجيب، عكس يسأل يجيب. لم يكتشف أحد مهاراته، كان عنده مهارات كتير، وقلنا المهارات هي الإيه؟ البراعات بتاعته، المهارة يعني براعة، وجمع مهارة مهارات. لم يكتشف أحد مهارات توماس أديسون. أمال إيه؟ اهتمت أمه بتعليمه، اهتمت يعني اعتنت، اهتمت يعني اعتنت. عكس اهتمت أهملت، عكس اهتمت أهملت. يبقى من الذي اهتم بتعليم توماس؟ اهتمت أمه بتعليمه. فاستمر في الدراسة، استمر يعني واصل، استمر يعني واصل، كان مستمر دايما في الايه؟ في الدراسة. يبقى استمر يعني واصل، وعكسها انقطع، عكس استمر انقطع. استمر في الدراسة والبحث فأصبح، أصبح يعني صار، أصبح يعني صار، أصبح مخترعا للمصباح الكهربائي. مخترع جمعها مخترعون، جمع مخترع مخترعون. وجمع المصباح المصابيح، جمع المصباح المصابيح. طيب عندنا هنا في المناقشه بيقول لي سيف توماس اديسون، توماس اديسون ده ماله؟ كان تلميذا ذكيا يسال ويبحث ويجرب. يبقى هو توماس اديسون ماله؟ تلميذا ذكيا يسال ويبحث ويجرب. طيب ما نتيجه استمرار توماس في الدراسه؟ اللي هو كان دايما بيدرس ودايما بيبحث، كان نتيجه ده ايه؟ اصبح مخترعا للمصباح الكهربائي. من مخترع المصباح الكهربائي؟ توماس اديسون. ماذا الذي اخترع المصباح الكهربائي؟ جونيور تو، توماس اديسون. ماذا الذي اهتم بتعليمه؟ اهتمت امه بتعليمه. طيب هل اكتشف احد مهاراته؟ لا، لم يكتشف احد مهاراته، ولكن اهتمت امه بتعليمه واستمر في الدراسه والبحث حتى اصبح مخترع للمصباح الكهربائي. تمام؟ طيب عندنا هنا خريطة الكلمة، والخريطة يعني بجيب معنى الكلمة والمضاد بتاعها، وبجيب نوع الكلمة اسم ولا فعل، وبعدين وضع الكلمة في جملة، يعني بعمل خريطة للكلمة. طيب عندي هنا كلمة ذكيا، ذكيا معناها ايه؟ سريع الفهم، ذكيا معناها سريع الفهم. عكس ذكيا غبيا، عكس ذكيا غبيا. اسم ولا فعل ذكيا؟ ها اسم، كلمة اسم. طلع قال فلان قال ذكيا، يبقى ايوه قال ذكي، انما هي ايه؟ مش فعل. طيب احطها في جملة اقول ايه؟ توماس تلميذا ذكيا. طيب عندي هنا تدريبات على الدرس. كان توماس اديسون تلميذا ذكيا يسأل ويبحث ويجرب. استخدم من الفقرة اسم، أنا عايزة كلمة اسم. ها ممكن أقول توماس، ممكن أقول اديسون، ممكن أقول تلميذا ذكيا، كل دي إيه؟ أسماء. طيب فعل، الفعل حاجة بتتعمل صح؟ حاجة فيها حركة. طيب إيه هو الفعل هنا عندنا؟ عندي يسأل ويبحث ويجرب، كل دي افعال. طيب يسال ده فعل نوعه ايه؟ ها هو سال خلاص وانتهى ولا لسه بيسال؟ لا لسه بيسال. يبقى فعل اسمه فعل مضارع. فعل ايه؟ فعل مضارع، يعني لسه مستمر. طيب تنوين، ها عندي كلمه تلميذا، صح كده؟ شايفين اهو التنوين عليها؟ تنوين بايه ده جونيور تو؟ تنوين بالفتح. تمام؟ طيب فاكرين لما عملنا في الكلاس شبكة على الكهرباء؟ ها هنقول ايه؟ فكروني كده، ضوء، اسلاك، ايه كمان؟ مصباح، وهقول ايه كمان؟ مخترع بقى المصباح توماس اديسون.
طيب هنرجع على دمار المخاطب، فاكرين دمار المخاطب اللي هي ايه؟ انا بوجه كلام لحد بخاطبه، فهستخدم ايه؟ انت وانت وانتم وانتما وانتن. قلنا انت بستخدمها للمفرد المذكر، وانت بستخدمها للمفرده المؤنثه، وانتم بستخدمها للجمع المذكر، وانتن بستخدمها للجمع المؤنث، وانتما بستخدمها للمثنى، اثنين ولدين او بنتين، يعني اثنين مؤنث مثنى او مثنى مذكر او مؤنث. طيب اول سؤال عندي بيقول لي معلم مجتهد، اول جمله عندي بيقول لي معلم مجتهد، انا عايزه اضع لها ضمير مخاطب، اقول لها ايه؟ انت، انت معلم مجتهد، لان ده مفرد مذكر. طب تلميذه مهذبه، الجمله دي ايه؟ مفرد مؤنث، يبقى هستخدم لها ايه؟ انت تلميذة مهذبة. فلاحين، فلاحين دول واحد ولا اثنين؟ لا دول اثنين، يعني مثنى مذكر، هستخدم له أنتما. طيب جنود بلادي، ده جمع، جمع مذكر، مفرد جنود جندي، ها هستخدم له أنتم، أنتم جنود بلادي، جمع مذكر بستخدم له أنتم. طبيبات رحمات، طبيبات ده ايه؟ واحدة ولا اثنين ولا كتير؟ لا دول جمع كتير، جمع مؤنث، هستخدمه ايه؟ انتن. شكرا.